أول طابع بريدي في العالم في إنجلترا عام 1840 بمناسبة حملة إصلاح كبير نظام البريد. قبل ذلك الحين كان على متلقي الرسالة دفع كلفة البريد. كان أول طابع يسمى البنس الأسود لأن ثمنه كان بنسا، وكانت تظهر عليه الملكة فيكتوريا أمام خلفية سوداء. اليوم تتضمن الطوابع البريدية مختلف أنواع الرسوم. يضع مصمم خطاط فكرة تصميم ويستخدم مؤشر الحاسوب استخدام ريشة على لوحة. تقدم الفكرة للسلطة المسؤولة عن تصميم بريد للحصول على الموافقة. عندما يحصل على الموافقة ينتقل التصميم إلى شركة الطباعة. تنتج آلة الطباعة نوعا من الطوابع باستخدام نوعين مختلفين من المطابع، أحدهما يتطلب لوحة طباعة محفورة. يرسم المسؤول عن الحفر تصوره الفني للفكرة باستخدام صور أشخاص حقيقيين، ثم يلون رسمه بألوان مائية. التضليل أساسي، إذ سيظهر المكان الذي سيكون الحفر فيه عميقاً ما يساعده في تصور المنتج النهائي. حين يرضى عن النتيجة يدخل الصورة إلى الكمبيوتر ويصغر الصورة الرقمية إلى حجم الطابع. ثم يضع ورقة أسيتات فوق الصورة المصغرة. وباستخدام آلة تسمى منقاشا يحفر العناصر الأساسية على الورقة. تعرف عملية الحفر هذه باسم الخدش. ثم يلصق الورقة المخدوشة على قطعة من الفولاذ اللين. يرفع الورقة ويطلي السطح المعدني بشمع النحل. ثم يضع الورقة مجددا. وعن طريق الحف بأداة صقل ينقل الصورة المحفورة على الشمع. باستخدام مجهر يكبر الصورة 7 مرات يحفر التصميم بما يسمى آلة لتحديد الرسم. يسنن أداة أخرى تسمى منقاشاً معين الشكل. وبهذه الأداة يعمق خطوط نقطة البؤرة في التصميم. هذا يزيد العمق، مما سيجعل الغزالة يبدو ثلاثي الأبعاد على الطابع النهائي. الانتهاء سينسخ الرسم المحفور عدة مرات على لوحة بلاستيكية رئيسة. سيغطي العمال البلاستيك بالفضة ليمرر الكهرباء، ثم ينقعونها في حوض يحتوي قطعا من النيكل. يمررون تيارا كهربائيا في الحوض وفي اللوحة. يحل ذلك النيكل ويبسطه على اللوحة بشكل شامل ومتساو بواسطة أداة قرص. يزيل العمال زوائد النيكل عن الأطراف فيحصلون على لوحة النيكل للطباعة. بعدها يغطون لوحة النيكل بالكروم. الآن باتت جاهزة لتوضع في آلة الطباعة الغائرة، وهي آلة خاصة تستخدم لطباعة أمور محددة فقط على بعض أنواع الطوابع. سنشرح لكم السبب لاحقاً. في هذه الأثناء تصنع هذه الآلة نماذج المعايرة لحفر ما يعرف بالشابلونز، وهي اللفائف في الطابعة الغائرة التي تنقل الحبر إلى لوحات الطباعة. هنا ترسم الآلة نمطاً لأحد عناصر النقش الغائر في الطابع وتقود مسحاج تخديد في الجهة الثانية لإعادة رسمه بنصف الحجم على قطعة بلاستيك سميك. في آلة أخرى وفي هذه الأثناء يصنع عامل اللفائف. يأخذ عدة مواد ماهيتها سر تحفظه الشركة، ثم يسكبها في آلة تصنع لفائف. يسخن المزيج إلى نحو 180 درجة مئوية، وبعد نحو 1.5 ساعة يسمك المزيج ويتصلب. الآن يبدأ عمل آلة مسحاج تخديد أوتوماتيكية متعددة الرؤوس متبعة النموذج البلاستيكي. تحفر الرؤوس على المطاط تاركة تصميما نافرا بشكل العناصر التي ستطبعها الطابعة الغائرة. هذه البقعة النافرة تنقل الحبر على لوحة الطباعة. لما
الذين يطبعون بعض الأجزاء من الطابع مستخدمين نوعا من المطابع وأجزاء أخرى باستخدام نوع آخر. الأمر بسيط، إن المطابع بالأوفست متوفرة بكثرة، لذا إن تم طباعة الطابع بأكمله باستخدام هذه التقنية سيصبح التزوير سهلا. أما الطابعات الغائرة فيصعب إيجادها، مما يجعل الطوابع المزورة أمرا يصعب إنتاجه. تدخل الأوراق أولاً الطابعة بالأوفست وتطبع كل لون على حدة وتحبر صفيحة طباعة منفصلة لكل لون. تلف هذه الصفيحة حول أسطوانة، وبينما تدور تطبع الصفيحة أو تنقل الصورة بالحبر على أسطوانة مطاطية تدور قبالتها. وتدور هذه الأسطوانة فتنقل الصورة على الأوراق التي تمر تحتها. تتفحص مسؤولة في البريد نتيجة الطباعة. تستخدم مكبراً للتدقيق في الألوان ونوعية الطباعة مع وضع دوائر حول مكان أي مشكلات ليتفقدها مشغل المطبعة ويصححها. الآن تنتقل الأوراق المطبوعة بطريقة الأوفست إلى الطابعة الغائرة. تنشر لفائف الطابعة الغائرة الحبر على صفيحة الطباعة التي أنتجتها الشركة انطلاقاً من الصورة المحفورة. يملأ الحبر خطوط الصورة الغائرة. تمرر المطبع الصفيحة على الأوراق ناقلة بذلك الصورة. تترك طريقة الطباعة الغائرة الحبر مرفوعاً قليلاً عن سطح الورقة، ويكسب هذا الصورة بعداً ثالثاً. مجدداً تتحقق المسؤول عن المعاينة من النتيجة، وعلى مشغل آلة الطباعة تصحيح أي خطأ. يمكن أن يكون سبب معقداً كمشكلة في صفيحة الطباعة، أو بسيطاً جداً كذرة قذارة في الآلة. مع انتهاء الطباعة يضع عامل أوراق الطوابع في آلة ثقب يواجهها كمبيوتر. تسحب القوابض الأوراق إلى الأمام كل قسم على حدة، ثم ينزل قالب يحتوي صفوفاً من الدبابيس الفولاذية قطر كل واحد منها مليمتر واحد فقط، تخترق الورقة. يحاط كل طابع بإطار من الثقوب الصغيرة المتباعدة مليمتراً ونصفاً تحديداً. تعرف الآلة أين عليها وضع الثقوب تحديداً عبر قراءة خط الحبر الذي يمر بمحاذاة حدود كل طابع. هذا الحبر المعروف بالتوسيم لا يرى سوى تحت أشعة ما فوق البنفسجية، كما يلعب التوسيم دوراً لاحقاً. فالآلات الأوتوماتيكية التي تفرز البريد في أماكن التعريب مبرمجة لتفحص وجود التوسيم. هي ترفض كل المغلفات التي لا تتضمنه، فإما أن تكون تلك الرسائل من دون طابع، وإما أنها تحمل طابعاً مزوراً. بعد تكديس الأوراق التي ثقبت يقطعها العمال إلى حجمها النهائي، وهي عادة أوراق تحتوي 10 طوابع تسمى قسائم. تسمى آلة التقطيع عن حق المقصلة، لكن على عكس النسخة التي تستعمل لقطع الرؤوس فهذه تقطعها من جوانبها، مما لا يبلي الشفرة. تثبت الآلة الرزمة بالضغط عليها ب4000 كيلوغرام كي لا تتزحزح تحت ثقل الشفرة التي يبلغ وزنها 32 كيلوغراماً تقريباً. الآن حان الوقت لجمع القسائم في رزم من حجم مناسب لمكاتب البريد وباقي تجار الطوابع بالجملة. تسمى هذه الآلة عداداً شفاطاً لأنها تستخدم الشفط لسحب القسائم على عجلة تغذيف تعدها. هذه الرزمة تحتوي 503 قسائم، لذا ينزع العامل 3 لجعل عددها 500. يضع العداد فاصلاً بين كل 50 ورقة. تمر بعض الطوابع بما يسمى بالتفريق، أي عملية فصل أزواج الطوابع يدوياً لمنتجات بريدية مختلفة مثل الهدايا. بعض الطوابع تذهب إلى قسم الطوابع الملغاة يوم صدورها، وهو طابع يلقى شعبية لدى الهواة. تلتقط صفيحة أوتوماتيكية الطوابع وتمررها على لفافة رطبة تشكل المادة اللاصقة في الخلف. بعد أن يضع عامل مغلفاً على ذراع منزلقة، تضع الصفيحة الطوابع في نقطة محددة وتضغط عليها بشكل متساو كي تكون مسطحة تماماً وتلصق بشكل محكم. ما زالت معظم الطوابع على شكل اللعق واللصق التقليدي مطبوعة على ورق مغطى بلاصق في الخلف تفعله الرطوبة، غير أن معظم الطوابع التي تصدر عادة والمعروفة باسم نهائية تطبع على ما يسمى بأوراق حساسة للضغط. هذا هو المصطلح التقني لما يعرف بالقشر واللصق. لا حاجة إلى الماء أو اللعاب.